إلى جميع مشاهدين الأحباء في شمال أمريكا. سوف يتم تغيير أوقات برامجنا البث المباشرة ابتداء من 6 نوفمبر لعام 2017، وذلك حسب التوقيت الشتوي لشمال أمريكا. يوم الثلاثاء النور يبدد الظلام مع الأخ شانت، سوف يعرض في تمام 1:00 PM بتوقيت نيويورك. وفي يوم الأربعاء الأخ فادي وبرنامج طريق الأقداس سوف يبث 11:00 PM بتوقيت نيويورك. وفي نفس اليوم الأخ إسماعيل نمر وبرنامج أنت تسأل والكتاب يجيب في تمام 1:00 PM بتوقيت نيويورك. وأيضا في نفس اليوم تلتقون مع الأخ كريم العراقي وبرنامج تساؤلات في تمام 3:00 PM بتوقيت نيويورك. أما في يوم الخميس فبرنامج خدعوك فقالوا سوف يكون في تمام 2:00 PM بتوقيت نيويورك. ابتداء من 6 نوفمبر لعام 2017 ترقبوا المواعيد الجديدة لبرامج البث المباشرة حسب التوقيت الشتوي لشمال أمريكا. لمزيد من المعلومات والاستفسار اتصلوا بنا على أرقامنا الظاهرة على الشاشة أو زوروا موقع الآرامية الإلكتروني abnsat.com.